والله الموضوع كله يعني الحمد لله خير، يعني ما فيش اي حاجة يعني. هو كل الموضوع اللي اول ما اتخبطت بس يعني فقدت الوعي خفيف كده، ف الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فالدكتور كنت محتاج اكمل بصراحة، بس الدكتور خالد جميزي قال لي لا طبعا ما ينفعش، مش هتقدر تكمل، لانه كان شايف الخبطة اكتر يعني. فانا حسيت بيها لما انا حطيت ايدي، حسيت اللي فيه اللي المكان داخل جوه وكده، فما اقدرش العب، فلازم تطلع للمستشفى تعمل أشعة وكده. فرحت على مركز صيبة، عملت أشعة، وكان مع الدكتور ماهر، واحنا ماشيين في الطريق اصلا عرفت، كان هو اصلا في الوقت الضايع تقريبا يعني. فعرفت كويس. عرفت بالنتيجة اللي احنا كسبنا 2-1، وخالد الخميم اللي كان جاب الجون التاني، والماتش خلص يعني. فبسطت اكتر بصراحه يعني، فكنت اتمنى ان انا اكون في الملعب مع اللعيبه وكده بالفرحه. هو في الاول كان قال لك يعني ايه، كدمه شديده في الجمجمه، فالاشعه بينت يعني اللي هي اللي يعني اللي الخبطه داخله لجوه شويه. فهو الدكتور جالي امبارح وقال لي انت تقعد معانا 2 3 تحت الملاحظه وكده. فهو اللي قال لي الورم لازم ينزل الاول، فهي لو الورم نزل والمكان داخل جوه فانا نضطر اللي انا من الجراحه يعني وكده. فما كانش لو الورم نزل ومكان سليم عادي ان شاء الله مش هنعمل جراحه، فيا ربنا يستر ان شاء الله ما تكونش فيها جراحه يعني ان شاء الله. يعني فرجاني كلمني امبارح، يا دوبك انا وصلت المستشفى المنصوره هنا، اعتذرت اكتر من مره بصراحه، لاعب محترم. انا حتى شفت الفيديو بعدها لما اتخبطت، كان بينادي الدكاترة وكده، مش هم الطرد يعني وكده. فالحمد لله راجل محترم صراحة، وكلمني واعتذر لك أكتر من مرة. شخصية، هو ده المطلوب في الكورة بصراحة يعني، شخصية. هو ما يقصدش كمان يعني، أنا أصلا ما توقعش اللي هو أصلا يلعب برجله، أنا قلت مثلا ممكن يعني يلعب بدماغه ويسيبها كده، فما توقعت اللي لما جيت رجله حسيت بالخبطة نفسها يعني.